خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية الحوارية لمنتدى تواصل الذي تنظمه مؤسسة ولي العهد حول مناعة الأردن من الاستقرار إلى الانتعاش، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشير الخصاونة على أن الشباب والشابات الأردنيين يشكلون ثروة بشرية وهم العروة الأساسية والواعدة للوطن. إذن لي بالبداية أن أحيي شاباتنا وشبابنا الموجودون اليوم في هذه القاعة في النسخة الثانية من منتدى التواصل الذي أصبح حقيقة إطاراً تفاعلياً وطنياً جامعاً يجمع خيرة شبابنا وشاباتنا في جلسات حوارية منتجة وشفافة تفضي إلى إنتاج مسار واضح وآلية حوارية تسمح بتبادل الأفكار وتسمح أيضاً بتبني أفكار بناءة قد يعبر عنها شاباتنا وشبابنا الواعي الذي يشكل ثروة بشرية كما أشار سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد في مقابلته المميزة مع قناة العربية قبل أيام. هذا هو رصيدنا. نعم، نحن بلد لدينا شح في الموارد الطبيعية، لدينا قد بقطع ثروة بشرية هائلة متمثلة في شاباتنا وشبابنا المؤهلين القادرين الذين حققوا ويحققوا الكثير من الإنجازات التي تحتم وحتمت علينا أن نسير دوما باتجاه تزويدهم بالوسائل والأساليب الكفيلة بأن تحافظ على هذه التنافسية وهذا التميز لثروتنا البشرية. رسالة لشاباتنا وشبابنا إن أذنوا لي، لا تعيشوا في إسار أي نمط من أنماط السلبية وتثبيط العزائم، ودائما لتكن السيورة قائمة على الروح الإيجابية التي تتضمن نقدية لأوجه وجوانب ربما تكون بها نواحي من القصور التي نستطيع أن نصوب بها المسيرة. واستعرض رئيس الوزراء لمشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية والجهود المبذولة لتحقيق مستهدفاته وبشكل يفضي إلى تحقيق النمو والازدهار للأردن في ظل الظروف الإقليمية والدولية. أمام هذا الواقع أيضا شبابنا وشاباتنا مسؤوليتنا أن نقول لهم بأنه الحلم والعمل شيء والمحيط والإنجاز والقدرة والإطار العام شيء ثاني. مؤسسات التصنيف المالية، المؤسسات المالية الدولية تتوقع بأن ينمر اقتصاد العالم كله على امتداد مسيرة السنوات الثلاث القادمة بما لا يزيد عن 3.5%. إحنا اقتصاد يتأثر تأثر جوهري بمحيطنا الإقليمي. إحنا كنا سنصل إلى معدلات نمو اقتصادي ربما كانت ستصل إلى 2.8% العام الماضي، ولكن وقع هذا العدوان الغاشم والآثم والجرائم المستمرة على أهل في قطاع غزة انتهى فينا المطاف بتأثر بنسبتين مئويتين. حققنا نسبة نمو اقتصادي تصل إلى 2.6% بدلاً من 2.8%. مستهدفاتنا للنمو للعام القادم كانت ستصل بنا إلى 3%، الآن اضطراراً بفعل آثار هذا العدوان الآثم والمستمر على أهلنا في قطاع غزة من آلة الحرب والتقتيل الإسرائيلية فرضت علينا بأن نعيد التقييم مرة أخرى، ونتوقع بأن تكون نسب النمو بواقع 2.4% لأننا نتأثر بما يجري بهذا المحيط. هل تقدمنا؟ نعم تقدمنا، تقدمنا وتقدمنا كثيراً. هل تفخر هذه الحكومة بما حققته من إنجازات؟ الحقيقة استفادت أكثر ما استفادت منه من المكانة الرفيعة والاحترام العالي المستوى والتقدير الذي يكنه المجتمع الدولي بأسره لجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين يحفظه الله، وولجنا من خلاله إلى الوصول إلى تحقيق مؤشرات اقتصادية معتبرة ومحتمرة تعتبر أنموذج فيما يتعلق بالاقتصاديات المتماثلة لمسيرة إصلاح واثقة لدول غير منتجة للنفط. من جهته تحدث وزير الشباب محمد النابلسي حيث أعلن عن إطلاق جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية بالتزامن مع فعاليات منتدى تواصل. نثمن
دور من ساهم في نجاح الدورة الأولى للجائزة، ونتطلع إلى شراكات فاعلة خلال الدورة القادمة. ننظر أيضاً بأن تكون هذه الجائزة وتنطلق كما 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 أشرتم دولة الرئيس في كلمتكم وفي لقاءاتكم إلى العالمية، فإن شاء الله في الدورات المقبلة نخرج من المحلية وتصبح هذه الجائزة إقليمية وعالمية. تم استحداث أيضاً فئة جديدة لأفضل مشروع تطوعي متميز للمسؤولية المجتمعية للشركات، وهذا يعني هدفنا أيضاً كان بإدخال المؤسسات الربحية، وهو نوع من أنواع التشارك والتواصل مع شركات القطاع الخاص. نتطلع إلى مشاركة كافة فئات المجتمع الأردني، ونتطلع أيضا لإطلاق رابط الجائزة هذا اليوم أيضا بالتزامن مع مؤتمر تواصل. بدوره أكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد المهندس غسان نقل أهمية المنتدى في الحوار حول الواقع والتطلعات، مستعرضا لأبرز نشاطات وجهود مؤسسة ولي العهد عبر 8 سنوات في تجذير قيم المواطنة لدى الشباب وتعزيز دورهم لتحقيق التنمية الشاملة. يأتي منتدى تواصل في نسخته الثانية بتوجيها من صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم، وذلك لتوفير منصات حوارية تشاركية لبحث عدة قضايا ملحة، منها الثقة بين الدولة والمواطن، حرية التعبير، الاستقرار الاقتصادي في ظل التغيرات المحيطة، وأهمية توجيه الدعم للصناعة المحلية، وواقع الأحزاب مع اقتراب الانتخابات، فضلاً عن الدور الحكومي في التنمية المجتمعية وتحفيز الاستثمار ودعم التعليم لموائمة المستقبل، وأثر التغيرات الإقليمية على الأردن، بالإضافة لقضايا اجتماعية أخرى مهمة مثل المخدرات والإنجازات الرياضية. ودورنا نحن كمؤسسة ولي العهد أن نكون حلقة وصل ومنصة لتشبيك الشباب مع المختصين وأصحاب القرار، ليكون لهم حرية المشاركة والتعبير عن مواقفهم وآرائهم لإثراء الحوار وتقديم المقترحات مع المعنيين. ويشار إلى أن منتدى تواصل في نسخته الثانية يشكل حلقة وصل بين الشباب والمسؤولين لتبادل الأفكار والرؤى حول القضايا الوطنية التي تحاكي واقع وتطلعات الشباب والمجتمع. بشار الجبور، التلفزيون الأردني.